يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند تحويل المال إلى بلد آخر أعطي البنك ريالات ثم يحولها إلى بلد جنيهات مثلا، فهل هذا جائز؟ الصرف تعلمون أنه يدا بيد، سلم العملة تأخذ العملة البديلة للمجلس يدا بيد، وإلا يكون ربا، ربا النسيئة. إما أنك ترسل الدراهم مع واحد ثقة وتسلمها لمن تريد في بلدك، وإما أن تشتري العملة التي في تريد تحويلها تشتريها في الرياض ثم تحولها عن طريق البنك إلى البلاد التي تريد. نعم. نعم.